اسمحوا لي انا هاخد تليفون دلوقتي من الاستاذ هاني كمال المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم. استاذ هاني مساء الخير. مساء النور يا استاذ عمرو. اهلا وسهلا يا فندم. استاذ هاني يمكن مش عارف متابعنا من الاول ولا لا، لكن ملخص الكلام من ساعه ما الحلقه بدات الفقره بدات، الاستاذ عبد الخالق رمزي خليل والاستاذ ابراهيم قاسم بيعددوا وقائع معينه تدل على وجود فساد في امتحانات الثانويه العامه فيما يتعلق بتوزيع اللجان والمصطلح اللي هم استخدموه تفصيل اللجان لصالح اشخاص بعينهم. اسمع رد حضرتك وتعليقك. والله يا استاذ عمرو احنا لا يمكن ان نترك الامر للكلام المرسل، وانا لا اقصد اساءه بكلام مرسل، يعني هو حر في اللي بيقوله. وزارة التربية والتعليم بتعمل وفق إجراءات منظمة لأعمال الامتحانات، والطالب اللي بيحس إنه اتظلم بيتقدم بتظلم. الإدارة العامة للامتحانات بتقوم بعملها، وبالفعل احنا حتى هذا أكثر من 8000 وما يقرب 400 طالب، 8400 طالب استحقوا زيادات، بما يؤكد أن وزارة التربية والتعليم ليست في خصومة مع أحد، ومن يستحق زيادة باعتبار أن العمل بشري قابل للخطأ. أما وإن الطالب بيقول أنا أستحق الزيادة والسادة المستشارين اللي بيراجعوا اللي هم المحايدين بيقولوا ما يستحقش، يبقى انتهى الأمر. في مثل هذه الحالة إن لم يكن الطالب مصدقا أو راضيا بما أقره السادة المستشارون هو حر، يعني ممكن يلجأ للقضاء كما يحدث، يرفع قضية ويفصل القضاء كما حصل في قضايا أخرى. ده بالنسبه للطلبه اللي هم بيتظلموا على الدرجات اللي هم حصلوا عليها. طيب بالنسبه للي قاله الاستاذ عبد الخالق والاستاذ ابراهيم لما قال لك انه في لجان بتفصل، وقالوا ان الكلام ده تم على فكره في عهد الدكتور محمود ابو النصر وزير التعليم السابق، وحضرتك يا استاذ هاني يعني اعتقد كنت متحدث باسم الوزاره في هذا في تلك الفتره. نعم طبعا يا استاذ عمرو، مع كامل احترامي لكل الناس، هناك من يدعي أن هناك غش جماعي وثبت العكس، هناك من يدعي أنه تبدلت أوراقه وثبت العكس، هناك من يدعي أن أعمال الامتحانات مليئة بالفساد وثبت العكس. لن نترك أنفسنا للقيل والقال، من يمتلك دليلا فليتقدر به ونحن لسنا فوق المحاسبة. طيب ما هو الأستاذ إبراهيم بيقول لك ما هو تقدم وأفوع عن العمل. يا فندم هو بيتكلم عن واقع انا لا علم لي بيها، ويتحدث عن الوزاره السابقه. نعم كنت متحدثا اعلاميا فيها، لكنني والله لاول مره اسمع هذا الكلام، وانا ايضا كنت متحدثا في فتره الدكتور محمود ابو النصر، ولكن الان نحن في فتره اخرى، تحاسب على ما تقدمه الان، ولسنا وليست لنا علاقه بالفتره الماضيه. تفضل تفضل تفضل. طب مداخلة من الأستاذ هاني. الأخ اللي هو في ثانوية عامة ده، الأستاذ هاني ما يعرفش إن حتى التصحيح بتاع الثانوية العامة ما بيبعتوش أستاذ متخصص في ثالثة ثانوي، زي ما الأخ بيقول لك أنا في الكيمياء. الأستاذ مثلا بيدي أولى ثانوي يبعتوه يصحح ثانوية عامة، هو يعرف إيه في المنهج؟ الأستاذ هاني بيقول في مستشارين. أنا بقول لسيادتك يا أستاذ عمرو أنا قريب للموضوع، أنا بدليل إن أنا بدي سنة أولى ثانوي في المدرسة، بعت لي لجنة الإدارة بعتت لي جواب تصحيح في حين إن دي مخالفة على لجنة الإدارة. أنا إزاي بدي أولى ثانوي في منهج أولى ثانوي وأقوم أروح أصحح ثانوية عامة؟ يبقى أنا ما أعرفش المنهج. يعني أنت تحديدا يا أستاذ إبراهيم، أنا جالي السنة دي هذا العام، الأستاذ هاني بقولها أهو قدامه بقولها له أهو، جالي السنة دي جواب تصحيح ثانوية عامة وانا بدي سنه اولى، دخلت للفتوى قلت لهم انا بدي سنه اولى. لما عرفوا ان دي غلطه جاي قلت لهم انا مش هصحح، وانا اصلا كمان في الكنترول السنه دي، دخلت الكنترول اول سنه بعد سنتين ما دخلتهمش عشان الاستاذ محمود ابو النصر ربنا يرحم ايامه وقفنا عن العمل بدون تحقيق، وبقولها المره الثانيه بدون تحقيق وبدون اي حاجه عشان الكلام اتنشر في جريده صوت الام، واخد بال سيادتك؟ فلما تيجي تجيب مصحح ما يعرفش في المنهج حاجه، الطلبه بتتظلم. وبعدين لما الطلبه بتتظلم، وبعدين لما يجي طالب يطالب بحقه ارفع قضيه. طيب يا استاذ هاني يعني اعتقد الكلام يستوجب الرد واضح وصريح، وهو نفسه اللي جاوب، وارجو ان يتسع صدرك وصدره تأكيد الاجابه التاليه، ليس دفاعا ولكن للتوضيح.
هو نفسه قال لما رحت بالجواب قالوا لي ده خطأ، ممكن أن تخطئ الإدارة المدرسية أن ترشح أحد لا يدرس في نفس الصف. لو ده شغل إدارة، شغل يا أستاذ هاني، شغل لجنة الإدارة، ما هيش المدرسة، المدرسة يا أستاذ هاني ما تدخلهاش في لجنة الإدارة. اتكلم أنت يا أستاذ هاني، إيه الشغل ده؟ أنا سمعتك، أرجوك تسمعني زي ما سمعتك. أنا سامعك يا أستاذ هاني. طب هتسمحك اكمل بس الاستاذ عمرو؟ احنا بنوضح للناس، احنا مش في خلاف ولا في خصومه. لا اتفضل. يا استاذ عمرو اتفضل يا فندم. هو نفسه قال ممكن المدرسه تبعت الاسم عن طريق الخطا، حتى لو ما راحش الفتوى وراح لرئيس اللجنه وشاف الجواب هيقول له لا انت ما ينفعش تيجي عندي، وهيرجعه. وانا باكد لحضرتك يا استاذ عمرو ان الذي يراجع اوراق الطلاب الذين تقدموا بتظلمات مستشارين متخصصين، ومن لم يوافق على كلامي فلياتي بدليل، واحنا تحت امر. اتفضل يا استاذ هاني. اتفضل يا سامح. استاذ هاني اتفضل. هذا العام اتبعت من لجنه الاداره لاستاذه معلم خبير بتعمل في مدرسه ثانوي، ودي من المرحله الثانويه، ودي من موانع الف به موانع، بعتوا لها تشتغل في لجنه الاداره. هل لجنه الاداره بتاخد التعليم الثانوي؟ رد يا استاذ هاني. انا حضرتك يا فندم ما زلت مصر انك تدخل القناه والساده المشاهدين في فنيات قد تكون انت صادقا فيما تطرحه، او عفوا سامحني، انا معايا مستندات يا استاذ هاني، معلش انا معايا مستندات وجيت دخلت بيها للواء عمرو الدسوقي اللي ماسك امن الوزاره دون جدوى، دخلت للواء حسام ابو المجد اللي ماسك الامن بتاع الاستاذ محب الرفعي دون جدوى، ادخل لمين يا استاذ هاني؟ مع ان انا بلاقي نفسي في لحظه موقوف عن العمل ومخصوم منه 500 جنيه شهريا يا هاني بيه. انا بقول لك يا فندم قصاد الاستاذ عمرو والساده المشاهدين، اعتبر ان انا كلامي لا يؤخذ بيه ولا انت كلامك يؤخذ بيه، تعال نجيب دليل يؤكد ان في فلان غلط وهو يتحاكم وفقا للقانون، لكن هيبقى كلام مرسل. ده انا رحت لفلان، ده فلان قال لي، ده في الدنيا مليانه فساد، ده الدنيا مليانه ظلم. اسمح لي معايا برضو بنفس المنطق، انا ما اعرفش انت بتتكلم على اساس ايه ومين اللي بعتك. سيادتك انا مقدم شكوى عند عمرو بيه الدسوقي اللي هو عمرو الدسوقي، بدل ما سيادته يقابلني بعت لي واحد من الامن عنده، والاستاذ احمد خضر اللي ماسك مدير عام الامن يعلم ذلك، وقدمت الشكوى من اسبوعين دون جدوى. استاذ عمرو الذي يقدم شكوى في اي شيء ليس هذا معناه انه محق في شكواه، بدليل الاف من الشكاوى ليست في محلها. طيب وجايز برضه تكون في محلها؟ في محلها. جايز تكون في محلها لو مصحوبه بدليل، عشان كده انا بقول له لو معاك دليل هاته من بكره. وحضرتك يا استاذ عمرو برضه طيب اسمح لي بمداخله، يعني طبعا الامر امام الراي العام. تمام اسمح لي بمداخله يا سعد. اتفضل استاذ عبد الخالق. استاذ هاني اتفضل. هو سلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا في جزئيه كده انت بتقول الطالب يرفع قضيه، ولما الطالب يرفع قضيه والمحكمه تحكم له هتنفذ الحكم؟ طبعا. طيب طبعا، برافو على الهوا، على الهوا كده. طب انت عندك حكم قضائي؟ هو انا اقدر او انت تقدر ما نفذتش حكم قضائي؟ تقدر، والوزاره ما نفذتش. طب اسمعني يا فندم، اسمعني يا استاذ هاني لو سمحت. انت قلت انفذ الحكم القضائي، انت عندك حكم قضائي صادر نهائي وبات ما تنفذش ليه يا سياده الرئيس؟ اللي هو ايه يا فندم؟ اللي هو استبعادي عن لجنه اداره الثانويه العامه. يا فندم انا ما اعرفش حالتك ولا اعرف موضوعك. يعني انت حضرتك مش موجود؟ لا، ما هو الاستاذ هاني، بس هاني خلاص محدث باسم الوزاره، ما مش ما يعرفش كل الحالات. انا ما اعرفوش يا فندم. النقطه الثانيه سعادتك يا استاذ هاني، معلش اسمح لي بقى عشان تبلغ السيد الوزير اللي رحت له مرتين ثلاثه عشان اقابله وأدله الفساد الموجود اللي انت بتقول ما فيش وكلام مرسل وهذه الكلمه يا استاذ هاني لو سمحت. في موقف المتهم لو سمحت. ما فيش انا بقول اللي معاه دليل يجيبه يا سعاده الرئيس. انا قلت فيه ولا قلت ما فيش؟ انا بقول اللي معاه دليل يجيبه. كلمه مرسل ديت كلمه كل مسؤول في الدوله يا سعاده الرئيس. انا جيت واديت لك يا سعاده. طب اسمعني وانا بقول اللي معاه دليل يجيبه. اسمعني طب اسمعني لو سمحت. اتفضل يا فندم. انا تقدمت بملف فيه 164 مستند زائد استورات سي دي للسيد الوزير قاطعه، ماذا فعل بها؟ والله انا ما زلت بقول على الهوى انا لا علم بي بما قدمت للوزير، ولكن خلاص ان اردت ان تاتي للوزاره واستقبلك بنفسي وينظر في حالتك وانا اعرض على معالي الوزير بنفسي، انا مش متاخر، انا تحت امرك، لان احنا مش هنرضى ان حد يتظلم. انا سلمت طيب الملف لمدير مكتب طيب الوزير. الاستاذ هاني بيقول لك انا هستقبلك في المكتب. سياده اللواء حسام المجد واخد طيب ملف، وسياده اللواء عمرو الدسوقي واخد طيب ملف.